في تلك المرحلة. لكن أحمد، يعني وصول صاروخ إلى محيط تل أبيب، ولو أنه تم اعتراضه في سماء تل أبيب، لكن هل يعتبر ذلك فشلا في إسرائيل للدفاعات الجوية، خاصة أن هناك الكثير من الرادارات ومنظومات الرصد ومنظومات الدفاع الجوي في المرتفعات الشرقية من الضفة الغربية، والتي ربما بإمكانها إسقاط الصاروخ قبل وصوله إلى المناطق الرئيسية في المركز؟ يحيى، فقط أشير إلى ما تريده القناة 14 الإسرائيلية عن تقديرات للأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأن هذا الصاروخ أطلق من اليمن ردا على الاغتيالات الأخيرة في لبنان. تدعي هذه القناة أن قيادات حزب الله الذين اغتيلوا خلال الفترة الأخيرة، خصوصا القائد سرور الذي أعلن حزب الله عن اغتياله قبل نحو ساعة من الآن، وأعلنت إسرائيل عن اغتياله في وقت سابق، تدعي إسرائيل أن هناك ارتباطا مباشرا بينهم وبين الحوثيين في اليمن، وأنهم ساهموا في تطوير البرنامج الصاروخي اليمني، وكانت تجمعهم علاقات وطيدة جدا مع قيادات الحوثيين في اليمن. وتقول الآن القناة 14 الإسرائيلية أن تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية هي أن قصف تل أبيب الليلة يأتي ردا على هذه الاغتيالات، نظرا للعلاقة الوطيدة بين قيادات الحوثيين وبين قيادات حزب الله اللبناني التي اغتيلت وأعلن عن اغتيالها خلال الأسبوع الأخير. يفترض بالدفاعات الجوية الإسرائيلية يحيى، وهنا ردا على سؤالك، أن تعترض هذه الصواريخ خارج المجال الجوي الإسرائيلي. هناك ليس فقط رادارات إسرائيلية في هذه المنطقة للرصد، إنما كذلك طائرات إسرائيلية تحلق طوال الوقت في سماء إسرائيل، في المناطق الجنوبية في إسرائيل والمناطق الشمالية لإسرائيل، لأن المقاتلات الإسرائيلية مزودة برادارات، خصوصا مقاتلات F-35. هذه الرادارات متطورة وتتيح لإسرائيل معرفة أو رصد أكثر، رصد بصورة أكثر تطورا للصواريخ أو التهديدات الجوية، سواء الصواريخ أو الطائرات المسيرة، حتى قبل أن تراقبها الرادارات الإسرائيلية الموجودة على الأرض. هذا أولا. ثانيا، هناك منظومة مراقبة إقليمية كشف عنها أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، دول عربية محيطة من اليمن ودول أخرى مطلة على البحر الأحمر، كذلك الأسطول الأمريكي، الأسطول الخامس الأمريكي الذي ينتشر في الخليج العربي، والسفن أمريكية في منطقة البحر الأحمر، وسفيرة فرنسية أعلن عنها سابقا موجودة في البحر الأحمر. هذه القوات وظيفتها ليس فقط رصد الصاروخ اليمني، إنما كذلك اعتراض هذا الصاروخ، والصاروخ الذي أشرت عليه يحيى والذي ذكر في إسرائيل قبل نحو 12 يوما، ذكر أيضا في حينه أنه كان يجب على البحرية الأمريكية والبحرية الفرنسية والدول العربية التي تقع بين اليمن وبين إسرائيل اعتراض هذا الصاروخ أو كشف هذا الصاروخ، لكن هذا الأمر لم يحدث، ووعد الجيش الإسرائيلي في حينه بفتح تحقيق في هذا الأمر، لكن حتى الآن لم تعرض النتائج. ويبدو أن هذا الخرق في الدفاعات الجوية الإسرائيلية والذي سببه ليس معروفا حتى الآن تكرر مع الحوثيين في الآونة الأخيرة في الموعد الذي أشرت إليه واليوم. هذا يتعلق بالصواريخ، لكن قبل ذلك بالطائرة المسيرة التي وصلت إلى مدينة تل أبيب قبل نحو شهرين، وأدت إلى مقتل إسرائيلي بعدما فشلت الدفاعات الجوية الإسرائيلية في اعتراضها. أحمد، ستبقى معنا، سنعود إلى